من جديد الواقع بمركز إداري أعراضة هي التي احتضنت هذه التظاهرة الثقافية التي شملت سباق للقيل وسباق المصارعة بالرجل الواحد الذي يعرف محليا بالحكو. وقد حضر المناسبة عدد كبير من المدعوين على رأسهم السلطات التقليدية والإدارية بكل من بلتن وعرضة. وعلى حسب ما أدلى به رئيس اللجنة المنظمة أحمد دربان منزول أنهم يسعون من خلال هذه التظاهرة الثقافية إلى نشر الثقافات المحلية وتشجيع الشباب إلى المبادرة في مزاولتها بشكل اعتيادي وإعطاء أهمية كبيرة للآدات والتقاليد. أحمد دربان يدعو الجهة المعنية بالثقافة إلى دعم وتشجيع مثل هذه البادرة التي لها دور إيجابي في إحياء التراث بصورة عامة. ومن جانبهما عمدة مدينة بلتن حبيب الدودو وعمدة عراضة عقيد أثمان قد رحبا ترهيبا كبيرا بهذه البادرة، كما أكدا دعمهما المادي والمعنوي لأجل إحياء هذه التظاهرة الثقافية في كل عام. هذا وقد شارك في السباق 11 حصانا من الأحصنة المحلية في مسافة بلغت كيلومترين وفاز بالمرتبة الأولى الحصان دوسيت لعدم حسن، وفي المرتبة الثانية الحصان ليلى علوي لحسن آدم، والمرتبة الثالثة الحصان غراب لحسين الضيف. وفي سباق المصارعة فازت مجموعة الأسد وقد قدمت هدايا للفائزين.